مرحبا يا سائل، مرحبا. مرحبا يا الان ننقلكم الى انقلنا قصه حول الزواج. انقلنا طعمر الله يحييك. ايه وهي تراها قريبه. احنا بنعطيك عقد احتراف، نحترف، نخليك محترف معنا يا ابدا. انا جاهز يا مرحبا بك. هذه الزواج قسمه ونصيب مثل ما يقولوا ابوي. يقولون بس فيه، بس بعدين انت يقولون فيه رجل فيه خير والجميع فيهم خير ويبذل من الخير، ولكنه ما الله وفقه بالزواج وعنده خير دائم. يقولون له هذا جمع له فلوس ودخلها عند الراجحي وياخذ دينات منه ومنه ويمشي امور. الرجال قادر على وضعه اللي هو فيه. اسلم. يقول جاء يوم من الايام يقول لا فيه واحد يطلبه 20,000، وكانها مبطي. الرجال اللي يسكت عنه يخلونه هو الاخير، اما اللي يشغل الناس مثلا عند حلاله وعنده هذا حلا يطلب حلاله وقد يكون يبكرون له. هذا يطلب 20,000 وابطه ما اعطاه شيء. جاء يوم من الايام وقال يا اخوي انت اطلبك 20,000 مبطي، وراك ما اعطيتني اياها، وراك وانت قادر الحمد لله وش علومك؟ قال يا اخوي والله انا اتخبر ماسكن الفلوس وادور لي زوجه وكل شيء، لكن ما الله كتب شيء، ولكن هذه الفلوس ان شاء الله حولها لك ان شاء الله، قيل انها مصرف الراجحي. يقول قام الرجال، انت يا هذا الرجل العزب اللي ما عنده مثل زوجه، يقول قام وحط 20,000. يقول لا، يقول طلعها من حسابه لحساب الرجل هذا اللي يطلبه. انا جبتها مره والان جبتها، يقول طلبت مني وبعدين على ما كانت نقولها مناسبة انا اي مناسبة لهذا الوضع. يقول المهم الرجال حول 20,000 بحساب الرجال اللي يطلبه. يقول تحولت الفلوس، يقول اخذ لك كم من يوم، يقول اتصل عليه رفيد يا فلان انت موعدني تحول لي الفلوس ولا ما عين شيء. قال بسم الله الرحمن، يا اخي لها اسبوع الحين محولها عليك ما جاتك؟ قال له والله ما جاتني. المهم هو يروح المصرف الراجحي وقال انا حولت عندكم 20,000 وبعدين وين راحت؟ ما وصلت راعيها. قال كم الرقم الحساب؟ قال رقم الحساب اللي تحولت له هذا هو. ثم للرجال غلطان برقم واحد، رقم واحد تحول قسم ثاني ما هو صاحب الدين اللي هو حول له الفلوس. قال سبحان الله. المهم انه راجع المصرف وقال وين راحت وين مكانها؟ قالوا مكانها حسب اللي احنا نعرف انه بالحي الفلاني، وحولت حولت الى بنت تدرس بالجامعه. الرجال يدور ولا وجد شيء، لكن النصيب له من الله كتب شيء، سبحان الله جعل له سبب. وانا البنت هذه وين مكانها؟ قالوا بالحي الفلاني. المهم ان الرجال راح يبحث، دلوني على مكانها، ما ادري كيف دلوه. يقول جاء حتى انه جاء الحي، وعند ما جاء الحي دل على بيت هذه الفلوس اللي يحول اليها. واذا هي بنت تدرس بالجامعه عند ام لها مقعده بنت الحلال، وكانوا يستاجرون ما كان عندهم شيء. وذاك اليوم جاهم شو اسمه هذا راعي البيت وقال يا تسددون يا تطلعون. حدين اختاروا بها الثنتين. قالت العجوز هي بنتها والله ما عاد عندنا شيء. حساب البنت هذا قال يوم انه جاء اليوم الثاني قال له والله طب 20,000، قال بحساب البنت اللي تدرس بالجامعه. قال الحمد لله. وهم يجوا وهو يجي راعي البيت بيطلعهم، قالوا هذا حسابك والله ما ادري هو اقل من 20,000 او بهذا الحد. المهم الرجال قال الحمد لله تبقون سنه ثانيه ان شاء الله، ولما قربت السنه هاي اذا ما تدفعون نطلعكم. قالت العجوز يسر الله الامور. خلاص ما دام انك هالمره يسر الله الامور، والله انا جيتنا 20,000. تقول العجوز والله ما ندري من جت، طبحت بحساب البنت وحال حين خذ حقك. المهم جاء الرجال اليمن الفلوس واتصل حتى انه جاب البيت، واجه العجوز وابنتها جت من الجامعه وشاف الطريق والطريق زين. يقول عرض نفسه وقال انا حولت لكم حساب 20,000 حساب البنت، واصبح الفلوس. قالت والله ما عندنا منها ولا ريال، راع البيت بيطلعنا وجابها الله، ندم من رب العالمين. قلنا الله يجزاه خير، هل يحول بحساب البنت هذا المبلغ؟ والله انا سدت فرصه. قال الفلوس ان شاء الله وصلت اهلها، لكن انا عرض نفسي. وش تقولون؟ من اي قبيله؟ قالوا من القبيله الفلانيه. انتم من اي؟ قالوا من القبيله الفلانيه. المهم تحاوروا واذا الامور كلها متقاربه. سبحان الله. قال الفلوس ال 20,000 هذه مهر، المهر الاول والمهر الثاني يطلبوه. قالوا ما نبي الا بس وجودك. سبحان والحمد لله. لحيث يا اخواني الزواج قسمه ونصيب، وبعدين جاء شيء ما طرى عليه ولا هو يمه ولا يعرف عنه شيء. سبحان الله. اما هذه الفلوس
وحطها بحساب الرجال الثاني، الثاني خلصه وزنت الامور وقيل ان هذه البنت الجامعيه هم عيالها الحين والامور متيسره ولا توفيق الا من وفقها الله. نعم، بيض الله وجهك ابو صالح. من يقول الله يوفقك.